كنت نايم بالكولا بهينا وطج الانفجار وطلعت مرة وما أعرف إيش صار. لا أتأذى وربعنا عمال عامل البلدية. إيه؟ واحد من هنا واحد صغير. صغير طعن من جهة. من سكان وأهالي مرقدة. طبعا في تمام الساعة 11 أو قبل الساعة 11 حدث انفجار في هذا المكان في الشارع العام بمرقدة. الانفجار ناتج عن دراجة نارية موتور مفخخ كان من قبل بما يسمى الدواعش. طبعا كانت النتيجة هي إصابة 4 أشخاص من أهالي المنطقة ومن أهالي المدينة.